بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم ابنائي الطلاب، طلاب بريب 1، مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. كالعاده اللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك في القناه، ادخل على تطبيق اليوتيوب واكتب مستر ساينس، هتلاقي القناه بتاعتنا، تقدر تشترك فيها وتفعل الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات. كمان نعمل فولو لصفحه مستر ساينس على الفيسبوك والجروب مستر ساينس على الفيس، عشان طبعا تقدروا تشوفوا جدول الحصص بتاعتكم وتعرفوا ميعاد حصه بريب 1، وكمان تعرفوا تحلوا الكويز اللي موجود على الدرس. كالعاده كل درس بنعمل له كويز بيكون موجود في جوجل كلاس روم في فصول مستر ساينس، وطبعا موجود تحت الفيديو ده اللينك بتاع الكويز للناس طبعا اللي مش معانا في الفصول. طبعا يا اولاد النهارده هنتكلم عن يونت 1 ليسون 2 بارت نمبر 2، الجزء الثاني من الدرس بتاعنا. في الجزء الاول كنا اتكلمنا عن السوليد والليكويد والجاس، وعرفنا وعملنا اكسبيرمنت جميله كلكم شفتوها بتاعه طبعا البرمنجنيتس ان ووتر، وعملنا طبعا يا اولاد اكسبيرمنت بتاعه الشجر ان ووتر، وشفنا الموليكيولز ازاي بيحصل لها ديزولفنج ان ووتر وديسابير بتختفي. ده كان اللي اتكلمنا عنه الحصه اللي فاتت. طبعا كل اللينكات موجوده تحت الفيديو ده، تقدر توصل للفيديوهات اللي فاتت كلها، وكمان في القناه سهل جدا توصل لفيديوهات بريب 1. طب النهارده بقى هنتكلم عن ايه؟ الجزء الثاني مستر من الدرس بيتكلم عن ايه؟ ركزوا معايا يا اولاد قوي، لان الجزء دوت والدرس اللي جاي هما تاسيس ليك للسنين اللي جايه كلها. تخيل كده معايا بقى، انت في مرحله مهمه جدا، كل اللي هناخده النهارده والدرس اللي جاي لو ما تاسستش فيه كويس وعديته كده من غير ما تذاكره كويس، هيبقى صعب عليك جدا بعد كده الساينس في ثانيه اعدادي وثالثه اعدادي، فطبعا ان شاء الله مش هنوصل لكده. وركزوا معايا قوي. يلا بقى نبدا. اول حاجه بعد ما خلصنا اللي احنا اتكلمنا عنه اللي فات في الحصه اللي فاتت، هنتكلم عن التشينجز اوف ماتر. احنا خلاص عرفنا ان الماتر يا مستر سوليد اور ليكويد اور جاس. هل ينفع يحصل تشينج للماتر فروم ستيت تو انذر؟ يعني ينفع الماتر تتغير من حاله لحاله، يعني فروم سوليد تو ليكويد، او العكس فروم ليكويد تو سوليد؟ طبعا. طب هندرس حالتين يا ولد، هندرس مثالين على الكلام ده. اول حاجه اللي هي الميلتنج. وات از مينت باي ميلتنج بروسيس؟ melting process طبعا زي ما انتم شايفين كده change of matter from solid state to liquid state. انت بتحول الماتر من السوليد لمين يا ولاد؟ للليكويد. يا مستر انا بعمل ميلت للبيس اوف ايس دي، بصهر التلجه دي، يبقى انا بحولها من سوليد ستيت لليكويد ستيت. طب تعالوا نشوف بقى يا ولاد هو من جوه بيحصل فيها ايه، يعني المولكيولز جوه السوليد ستيت دي بيحصل لها ايه عشان تتحول للشكل ده من السوليد ستيت للليكويد ستيت. الماتر تشينج فروم سوليد ستيت تو ليكويد ستيت باي هيتنج. زي ما انتم شايفين في الفيديو كده يا اولاد، كل ما بتسخن ايه اللي يحصل؟ طبعا لو جالك السؤال ده جيف ريزون، او ممكن يقول لك وات هابن، تمام كده؟ وات هابن وين يو هيت سوليد سبستانس، ايه اللي يحصل لو انت سخنت سوليد سبستانس؟ او العكس، او يجي لك يقول لك جيف ريزون، ماتر تشينج فروم سوليد ستيت تو ليكويد ستيت باي هيتنج، ايه اللي يخلي الماتر تتحول من سوليد لليكويد عن طريق الهيتنج؟ تعالوا نشوف يا اولاد. اول حاجه ليه بتتحول من سوليد لليكويد؟ اقول له بيكوز مولكيولز جين هيت انرجي. طبعا المولكيولز بتاخد هيت انرجي، تمام، بتسحب هيت انرجي. وايه اللي يحصل؟ فيا مستر المسافات او الفورسز اللي ماسكه المولكيولز دي ببعضها بتتكسر، فايه اللي يحصل؟ which decrease the intermolecular forces between molecules. بالظبط كده زي ما تكون انت جنب زميلك وقاعدين في الفصل كده في الكلاس جنب بعض والجو حر، هتقول له ايه؟ تقول له ابعد بقى عني شويه كده عشان الجو حر، صح؟ يبقى انت بتكسر البونس اللي ما بينكم والانترموليكيولر فورس، قوه التجاذب، وبتعمل ايه؟ انكريز ذا انترموليكيولر سبيسز، وبتزود المسافات. يا مستر فعلا، ما هو انا لما سخنت التلجه دي الفورسز اللي بتربطهم ببعض اتكسرت، فطبيعي هيبعدوا عن بعض شويه. بالظبط كده، and increase the intermolecular spaces، تزيد المسافات. قصه يا ولاد، كانها قصه، مش يعني ما تقولش يا مستر الاجابه كبيره، لا لا خالص. انت اول حاجه ايه؟ هتقول ان المولكيولز جين هيت انرجي. طب ما النتيجه اللي كده يحصل ايه؟ طبعا المولكيولز الانترمولكيولر فورس بتوين ذيم ديكريس، قوه التجاذب هتقل. فلما مش رابطين بعض ايه اللي يحصل؟
increase the intermolecular spaces، المسافات تزيد. So molecules becomes more freely، المولكيولز تبقى اكثر حريه، and it change into liquid، خلاص انا ما بقتش solid انا بقيت liquid اهو، مش ده شكل الليكويد؟ تمام، ده اللي حصل في الميلتنج بروسيس. وفعلا كده يا مستر حصل change of matter، حصل تغيير لمين؟ للماتر. طب تعالوا نشوف اكزامبل تاني، اللي ما فهمش اللي فات يركز في ده. الفابورايزيشن اللي هي يا اولاد بيسموها باسم الايفابوريشن او التبخر، يعني التبخير. انت بتسخن شويه الميه دول على النار، انت دلوقتي في حاله ايه يا مستر؟ ليكويد يا مستر، ليكويد ستيت. طيب ايه اللي بيحصل؟ طبعا what is meant first by vaporization، يعني ايه الفابورايزيشن يا ولد؟ the change of matter from liquid state، من liquid state اهم كلمه، to gas state. انا بعمل vaporization يا مستر لشويه ميه على النار، يبقى انا بحولها من liquid state to gas state. لو جاني scientific term يبقى اقول له evaporation او vaporization. طيب give reason. matter changes from liquid state to gas state by heating. ايه اللي يخلي الماتر تتحول من ليكويد لجاز باي هيتنج؟ ايه اللي بيحصل يا مستر؟ هو ايه اللي بيحصل للموليكيولز دي من جواها عشان تتحول من ليكويد لجاز؟ حاجه سهله جدا. ايه اللي هيحصل؟ زي ما انتم شايفين كده يا اولاد، الموليكيولز جين هيت انرجي، هتاخد هيت انرجي كالعاده اهو. انا بسخن على النار اهو يا مستر، بسخن على النار هنا يا مستر اهو. فلما خدت هيت انرجي يا اولاد ايه اللي حصل؟ اكيد يا مستر الروابط اللي كانت موجوده هنا اللي كانت بقت ضعيفه خلاص من المره اللي فاتت اتكسرت زياده. برافو عليك. يبقى ايه اللي يحصل؟ which decrease the attraction force between molecules. يبقى تاني كده، ايه اللي حصل؟ احنا عملنا جين للهيت انرجي. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ الهيت انرجي دي يا مستر كسرت او قللت decrease the attraction force between molecules. وبعدين طيب and the intermolecular spaces increase. اه يا مستر ده المره دي السبيسز ده زادت اكتر، ما انا كسرت فاصبحت المسافات زي ما انتم شايفين اكبر ازاي يا ولاد. طب ولما تتحول الماتر من الحاله دي للحاله دي، فاكرين التيبل اللي خدناه الحصه اللي فاتت؟ يبقى انت كده حولت لايه؟ لجاز. يبقى so molecules becomes more freely and change into gas state. قصه يا ولاد، كل الفكره هتقول يا مستر ان الهيت انرجي كسرت البونز وبقت الاتراكشن فورس ويك، او ديكريز ذا اتراكشن فورس بتوين مولكيول. طبيعي المسافات هتزيد، ما انت كسرت اللي بيربطهم ببعض. يبقى اند ذا انتر مولكيولر سبيسز انكريز سو مولكيولز تشينج فروم ليكويد ستيت تو جاس اي ستيت، عشان كده اتحولت من ليكويد ايه يا اولاد لجاز. ده ازاي يحصل تشينج للماتر؟ خدنا تو اكزامبلز، خدنا from solid to liquid اللي هي الميلتنج، وخدنا from liquid to gas اللي هي الفابورايزيشن. تعالوا بقى نتعمق شوي، يعني ندخل جوه الموليكيولز اكتر شوي. ايه يا مستر؟ هو انت مش قلت لنا يا مستر ان الموليكيولز ده السمولست بارت اوف ماتر، اصغر جزء من الماتر؟ ايوه ما هو السمولست بارت ده بيتكون كومبوزد اوف تايني بارتكلز، من بارتكلز اصغر منه بقى. تخيلوا زي السيل كده، ما هي فيها سيتوبلازم وفيها نيوكلياس، صح ولا لا؟ ايه هو الموليكيول بقى؟ يعني مثلا يا اولاد ركز كده معايا، كوبايه الميه دي او الكاس بتاع الميه ده في ووتر، صح؟ في مجموعه من الووتر موليكيولز، يعني ده كده ووتر موليكيول وده ووتر موليكيول وده مليونز ملايين. كوباية المية دي ما فيهاش ووتر موليكيول واحد، دي فيها ووتر موليكيولز كتير جدا كتير. العلماء اكتشفوا بقى يا ولاد ان في الووتر موليكيول ده تحديدا، ركز معايا كده، بيتكون من تايني بارتكلز اسمها اتومز. يعني مثلا الووتر موليكيول ده بيتكون من 3 اتومز. انا بتكلم على الووتر دلوقتي بس تحديدا يا ولاد عشان ايه اكزامبل تفهموا. اه يا مستر، يعني الووتر الموليكيول بيتكون من تايني بارتكلز بيسموها باسم اتومز. اه بيتكون من جسيمات اصغر واصغر بيقولوا عليها اتومز. يبقى ايه تعريف الاتوم؟ الديفينيشن بقى the basic building unit of molecule. اه ده بقى البيلدينج يونت بتاعت الموليكيول بقى كمان.
زي ما الموليكيول كان بيلدينج يونت اوف ماتر، ده طلع فيك حاجه اصغر يا موليكيول، ده انت طلع فيك حاجه اسمها اتوم. فتعتبر الاتوم ذا بيزك بيلدينج يونت اوف موليكيول ويتش كانت اكزيست فريلي. هنا بقى كانت اكزيست فريلي، لازم اتوم مع اتوم يعملوا موليكيول، او ممكن موليكيول بيكون من اتوم ايه واحده، خلي بالكم. طيب يا مستر هنشوف دلوقتي، هنعرف دلوقتي يا اولاد. الاكسجين موليكيول مثلا، الهواء اللي احنا بنتنفسه ده يا اولاد اللي فيه اكسجين، الاكسجين ده عباره عن تو اتومز ماسكين في بعض واسمهم اكسجين موليكيول. يعني انت مثلا، لو هنتخيل ان انت مثلا بتسحب كده وبتتنفس مثلا 10 اكسجين موليكيول، يبقى في كام اتوم؟ 20، لان كل اكسجين موليكيول فيه كام اتوم من الاكسجين؟ 2 يا مستر. طيب في نوعين عندنا من الموليكيولز يا ولاد، في حاجه اسمها موليكيول اوف ان اليمنت، يعني في موليكيولز بتكون اليمنت، وفي موليكيولز اوف ا كومباوند. نركز بقى شويه كده. طب مين الاليمنت يا مستر؟ ده ديفينيشن مهم برضه يا ولاد جدا، خلي بالنا هو ده بيجو كومبير في الامتحان. الاليمنت از ا سامبل فورم اوف ماتر don't break down into simpler substance. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا مفاتيح البيت بتاعتك دي يا ولاد، بتاعتكم دي، مصنوعه مثلا من الحديد، صح كده؟ هل يا مستر الحديد الاليمنت دوت اللي هو عنصر الحديد دوت اللي اتصنعت منه المفاتيح، ممكن ان انا احصل منه على مواد تانية؟ يعني لو انا حللت المفاتيح دي مثلا او الماده دي الحديد ده يطلع منه مواد تانية؟ لا 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 يا مستر، خلاص هو simplest form of matter، ابسط صوره للماتر. don't break down into simpler substance، ما ينفعش يتحلل او يتفكك لمواد ابسط، هو خلاص هو ابسط ماده يعني، صح ولا لا؟ امال الكومباوند؟ لا لا خلي بالك بقى كده، الكومباوند the chemical combination of two or more elements with fixed ratios. يعني ايه يا مستر؟ يعني اتحاد كيميائي ما بين element و element بقى، يعني الحديد مع السلفر مثلا، يعني حد فعلت مادتين مع بعض وتطلعت لك ماده جديده، فبيسموها باسم ايه؟ كومباوند. تمام كده؟ ركز بقى خلي بالك. طب الاليمنت، الاليمنت سبستانس كومبوز اوف سيميلر كايند اوف اتومز، لازم الاليمنت يا ولاد بيكون اتومز شبه بعض طبعا. يعني مثلا اهو ادي قطعه الحديد اللي بتكلم عنها اهي، تمام، اكيد فيها مولكيولز. ايوه يا مستر، ما احنا قايلين سوليد وبتكون نير تو اتش اذر والسبيسز بتكون ما فيش، صح؟ برافو عليك. المولكيولز بقى دي جواها اتوم، دي اتوم اتوم وهكذا. طيب هل الاتومز دي مختلفين عن بعض؟ لا يا مستر، ده بيكونوا سيميلر. تمام كده، يعني ذا اتوم اوف ذا سيم سبستانس ار سيميلر، يعني الاتومز بتاعت الماده الواحده لما تكون اليمنت بتكون مالها يا اولاد؟ سيميلر. يبقى اسمعوا كده، It is an element is a substance composed of similar kind of atoms. يعني مثلا دي قطعة مثلا بقى نتكلم عن نحاس، تمام، ادي الاتومز، ادي المولكيولز بتاعتها، بتتكون من مولكيولز near to each other لان هي solid state. طب المولكيولز دي جواها ايه؟ اتومز. هل الاتومز بتاعت الايرون لايك اتومز اوف كوبر؟ لا يا مستر، لا لا تساويها، مش شبهها، صح كده؟ يبقى ده معناه ايه؟ ان each atom او each element has its own ايه؟ atoms، يعني كل element ليه atoms بتاعته، لكن different substances المواد المختلفة have different ايه؟ atoms، ليهم atoms مختلفة عن بعضها. طيب نشوف example، مثلا element like sodium ادي بيتكون من atom واحدة، الهيدروجين هو الموليكيول بيتكون من two atoms. يعني انا لو معايا كاس كده وفي غاز الهيدروجين بيتكون من مولكيولز، ماشي يا مستر، والمولكيولز بعيد عن بعضها عشان ده جاس ستيت، برافو عليك. طب ايه المولكيولز بقى دي؟ كل مولكيول فيه تو اتومز من الهيدروجين، تو اتومز من الهيدروجين وهكذا. فهمتوا كده يا ولاد؟ يعني من الاخر الماتر اللي هي الجاس بتتكون من مولكيولز اللي هي الدوائر الكبيره دي، بما انها جاس فهم بعيد عن بعض، والمولكيول بيتكون من اتومز. الاتومز بقى دي ممكن تكون واحده جوه الموليكيول، وممكن يكونوا اتنين، وممكن يكونوا ثلاثه على حسب بقى كل موليكيول بيتكون من ايه. يعني مثلا الاوزون جاز، غاز الاوزون اللي موجود في طبعا في الجو فوق في طبقات الجو العليا، وده بيحمينا من الالترا فايلوت ريز الاشعه الفوق بنفسجيه. بيتكون من كام اتوم الاوزون موليكيول ده؟ بيتكون من 3 اتومز. يعني انت لو معاك اوزون جاز في العلبه دي
تمام، حاطط فيها اوزون جاز. الاوزون جاز ده عباره عن مولكيولز. اه يا مستر، مولكيولز طبعا بعيد عن بعضها، وكل مولكيول فيه كام اتوم بقى من جوه؟ 3 اوكسجين، او 3 اوكسجين، وهكذا. يا رب تكون الفكره وصلت كده. تعال بقى نروح الناحيه الثانيه، الكومباوند. الكومباوند يقول لك لا لا لا، انا لازم تكون الاتومز بتاعتي مختلفه، لازم تكون لي ديفرنت اليمنتس. يعني ايه يا كومباوند؟ يعني مثلا الاول نشوف دي يا اولاد، ذا سبستانس اوف كومباوند كومبوزد اوف ديفرنت كايند اوف اتومز، لازم يكون انواع مختلفه من الاتومز اوف ديفرنت اليمنتس. يعني ايه يا مستر؟ يعني مثلا التيبل سولت، ملح الطعام، ملح بتاع الاكل، الرمز بتاعه ايه؟ ان اي سي ال. طيب يا مستر، الان اي سي ال ده بيتكون من كام اتوم؟ تو اتومز يا ولاد، واحده صوديوم وواحده كلورين. لا يا مستر وضح شويه ممكن. طيب تعالوا، عارفين علبه الملح اللي عندنا في البيت دي فيها ملح؟ اه طبعا يا مستر. الملح ده عباره عن مولكيولز. اه بالظبط، اكيد. خلي بالك انا بتكلم على ذره الملح الواحده، الذره الواحده بتاعت الملح دي فيها مولكيولز. المولكيول ده بيتكون من كام اتوم؟ 2 يا مستر. ايوه بس استنى بقى ركز عشان نشوف اللي عامله ايه. 2، واحده صوديوم والثانيه كلورين، اهي صوديوم وكلورين. مش ملاحظين حاجه؟ اخلي الصوديوم اللي بالاحمر، معلش اهي الصوديوم، عشان هو الصوديوم معروف ان لونه احمر، وادي الكلورين اهي. مش ملاحظين حاجه؟ ان المره دي الاتومز اللي مكونه المولكيول ده ديفرنت سواء في السايز او في اللون او في الكلر او كل حاجه. يعني لو شفتها في الامتحان، طبعا الامتحان ورقه بتجي لك مش بالوان، فطبعا لو مختلفين في اللون او في التظليل بتاعها او في قصدي في الحجم، يبقى كومباوند على طول، يبقى ده كومباوند. طب بص الووتر مثلا، الووتر عباره عن واحده اكسجين واثنين هيدروجين اتش واتش، هل دول سيميلر؟ لا يا مستر، دول ديفرنت اتومز، يبقى ده كومباوند. الكربون دايكسايد سي او 2، ادي واحده كربون وادي واحده اكسجين وادي واحده اكسجين سي او 2، هل ده اليمنت؟ اليمنت فين يا مستر؟ هم دول اتومز شبه بعضها، دي اتومز مختلفه خالص يا مستر، يبقى كومباوند. فهمنا يا اولاد الفرق؟ عرفنا ازاي الفرق بين الاليمنت والكومباوند؟ هنقف لحد كده، حاول تفهمها كويس اول جزئيه دي. النهارده انت اخدت طبعا عمليه الميلتنج، وخدت عمليه الفابورايزيشن، تمام، وايه اللي بيحصل فيهم، عرفنا يعني ايه اتوم، وعرفنا ايه الفرق ما بين المولكيول اوف اليمنت والمولكيول اوف كومباوند. الاليمنت والكومباوند لازم نحفظ الديفينيشن كويس، ده وده الكلام ده هتلاقوه في الكويز بتاعكم. وانت بتحل طبعا لازم تكون بتحل عن طريق او عن مذاكره كويسه جدا ومتابعه كويسه جدا للفيديو ده عشان تفهمه كويس. بكده خلصنا الجزء الثاني من الدرس بتاعنا، انتظروا ان شاء الله الجزء الثالث. لو اسست نفسك في الجزء ده كويس جدا، هيبقى بالنسبه لك الجزء الثالث سهل جدا ومفيهوش اي مشكله. بالتوفيق ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.